هل تؤيد التدخل التركي لوضع نقاط مراقبة في منطقة ريف اللاذقية؟ طبعا أنا أؤيد هذه النقاط، وطبعا لتخفيف المعاناة عن أهلنا، طبعا معاناة القصف ومعاناة قصف الطيران الروسي، قصف النظام المجرم والضحايا التي تقع في كل يوم وفي كل ساعة. طبعا أؤيد هذه النقاط ووضعها من أجل تخفيف المعاناة عن أهلنا الموجودين في المخيمات وفي المناطق المحررة المستهدفة. نحن نتمنى كشعب مهجر بالخيام أنه يفوت الجيش التركي يخف التصعيد على الخيام، على هالناس، على هالناس حين يخففوا من معاناة الناس، يعني من فزعهم، من طيران، من القذائف. هالشيء هذا مرعب لأنا ولأطفالنا ولنسواننا. يعني بتمنى أنا يعني يكون أنه تدخل الجيش التركي يعني من بعد الله أنه يسعفوا هالناس اللي بالأرض اللي بالخيام. طبعا تدخل تركيا على المناطق خاصه في جبل إكراد، هذا الامر انه بيساعد العالم على حركه النزوح اللي خاصه اللي صارت الفتره الاخيره، وخاصه اللي عايشين في المخيمات بالوحل بالطين، انه ان شاء الله تعالى بتخفف كمان القصف والضرب، بترجع العالم الى بيوتها. طبعا نحن مع التدخل التركي ومع اي مبادره لتوقف القصف على اهلنا وعلى اخواننا المسلمين. طبعا القادم ان شاء الله يكون أفضل ويكون أحسن من هذا الوضع اللي نحن عم نعيشه.